الكلمة الآن للأستاذ منبوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية تحية شكر وعرفان للدكتور عمر عبد الرحمن الشيخ الثائر، عندما لم يكن في مصر شيخ ثائر مثله ولا شبيه له ولا نظير. تحية شكر وعرفان للرجل الذي تكلم وعارض وانتقد الظلم وتحمل من أجل ذلك ما تحمله. تحية شكر وعرفان للشيخ والعالم الذي قدم نفسه كمثال للعالم المسلم الحقيقي بدون نفاق ولا مجاملة ولا تزلف إلى سلطان. تحية شكر وعرفان للدكتور عمر عبد الرحمن الذي أرسى بما قدمه بذور تلك الثورة التي كانت سبباً في تحرر المصريين من نظام حسني مبارك، نظام الظلم والطغيان. تحية شكر وعرفان إلى الدكتور عمر عبد الرحمن الذي بصبره في سجنه أعطى المثال والقدوة لكل مسلم في أي مكان وفي أي وضع أن يتمسك بمبادئه وأن يثبت على هذا الطريق مهما كانت التضحيات ومهما كان البلاء. تحية شكر وعرفان إلى الرجل الذي يعطي من سجنه دروس لكل مسلم ولكل إنسان يريد أن يتمسك بمبادئه ويعمل بمبادئه في الحياة. حقيقة الدكتور عمر عبد الرحمن سواء داخل سجنه أو خارج سجنه بيعطي المثال والنموذج الذي ينبغي أن يحتذيه كل إنسان يريد أن يحيا على المبادئ ويتمسك به. بداية الدكتور عمر عبد الرحمن زج به في قضية تم تدبيرها من المباحث الفيدرالية الأمريكية عن طريق مخبر ومرشد المباحث اسمه أحمد سالم. أحمد سالم تم وضعه للدكتور عمر عبد الرحمن كي يقيم معه حوارات وأسئلة ويقترب منه ويسجل له كل ما يدور بينهم. الأدلة ضد الدكتور عمر عبد الرحمن في هذه القضية عجيبة جدا، عبارة عن تسجيلات لا أكثر ولا أقل، مفيش غير تسجيلات وكلها تسجيلات تدور في مجال الفكر والرأي فقط لا أكثر ولا أقل. ثم الشاهد الآخر أن النظام القضائي الأمريكي يختلف تماما عن كثير من أنظمة هم نراها الآن فيما يعرف بنظام محلفين، أنهم يأتوا بأشخاص يطلبون منهم بعد ما يسمعوا القضية أن يحكموا هذا الشخص مذنب أو غير مذنب، وهم ليس لهم دراية بمعرفة الدليل أو تفنيد الأدلة أو تمحصها مطلقاً، ونظام غريب تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية. الشاهد أن تلفيق الاتهام للدكتور عمر عبد الرحمن كان مقصود وكان متعمد للزج به بالتواطؤ كما قال أستاذنا العزيز وأخونا العزيز الدكتور أستاذ محمد الطماطي، أن هو تم بتخطيط بين المخابرات المصرية والمخابرات الأمريكية للتخلص من الدكتور عمر عبد الرحمن. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى بعد تلك الثورة بعد ما تخلصنا من نظام حسني مبارك ينبغي أن نتخلص من كل ما سببه هذا النظام الفاسد الجائر من مظالم لكل المسلمين. وأولهم بداية الدكتور عمر عبد الرحمن الذي أعتقد شخصيا أن هذا الرجل أعطى لتلك الثورة الكثير الكثير عندما قدم هو بشخصه نموذج بفكره ورأيه في التضحية والثورة. شخصيا الدكتور عمر عبد الرحمن أراه العالم الثائر المجاهد الذي قل نظيره أو انعدم نظيره بين شيوخ الأزهر في هذا الزمان. دكتور عمر عبد الرحمن هذا الرجل الثوري أعتقد أنه لو كان بيننا الآن وكان موجود 25 يناير لكان أول من خرج في ميدان التحرير وهتف الشعب يريد إسقاط النظام، وهتف مع كل الثائرين لحسن مبارك من معه ارحل ارحل. أعتقد شخصيا أنه كان أول من يقدم نفسه تضحية وفداء
كي نتخلص من هذا النظام الفاسد المجرم، نظام حسن مبارك وحبيبي العدلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيه من الآيات في الدنيا قبل الآخرة. الشاهد أن الدكتور عمر عبد الرحمن له دين في رقبة كل مسلم وكل إنسان ثائر وكل متطلع إلى الحرية والعدالة والكرامة. أعتقد أن له دين في رقبته شخصيا ودين في رقبة كل إنسان يريد الحرية والعدالة والكرامة. هذا الدين ينبغي أن نسدده الآن، ينبغي أن نصعد من تلك الحملة لذلك الرجل المجاهد الثائر، ونضرب بكل ما نستطيع من آليات كي نرد ولو جزء من الدين الذي علينا. فأنا شخصيا كنت أراه وكنت على بعد خطوات منه أتعلم وأرى ذلك الرجل الضرير كيف يصبر على السجن وكيف يصبر على البلاء وكيف يصدع بالحق في المحكمة ويزلزل عرش الطغيان. وكنت دائما أتسمع نغمات هذا الهتاف عمر يا عبد الرحمن يا مزلزل عرش الطغيان. حقا عمر عبد الرحمن زلزل عرش حسن مبارك قبل أن يفكر الثائرون الآن أن يزلزلوا عرشه بسنوات طويلة. هذا الرجل له دين في رقبة كل إنسان حر، له دين في رقبة كل إنسان يتطلع إلى الحرية والعدالة والكرامة، ينبغي أن نسدده بكل ما نستطيع من جهد. ينبغي أن تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن مصر فيها رجال يردون ما عليهم من حق لهذا الرجل الفاضل بكل ما يستطيعون من آليات التعبير والوسائل السلمية والآليات القانونية. ينبغي أن تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أننا لم ولن ننسى قضية الدكتور عمر عبد الرحمن والمطالبة بالإخراج عنه. النقطة الثانية هي المسألة الخاصة بإخواننا المسجونين حتى الآن في دياجير الظلمات في السجون، وهي مسألة عجيبة جدا. أنا أتعجب في ثورة تونس عقب هروب زين المجرمين هذا إلى السعودية وعقب تسلم السلطة، أفرجت السلطات بعفو كامل عن كل المساجين السياسيين في تونس وخارج تونس. العجيب نحن متأخرين جدا عما حدث في تونس بشهور عديدة. تونس أفرجت عن كل السجناء السياسيين في تونس وخارج تونس، حتى جاء الغنوشي من الخارج وجاء غيره من الذين كانوا في خارج تونس وعادوا إلى بلدهم ووطنهم بكل ترحاب وبكل حرية. أتعجب من موقف السلطة الآن بالتأخير في الإفراج عن المسؤولين الإخواننا المسؤولين السياسيين، أنها تعلم يقينا أن هؤلاء تم تنفيق الاتهامات بتحريات ملفقة من مباحث أمن الدولة، وتم صدور أحكام عليهم في المحاكم الاستثنائية بتليفونات من مباحث أمن الدولة. ثم الاتهامات نفسها كانت تغيير نظام الحكم، ونظام الحكم تغير وانكشف وانفضح جهاز مباحث أمن الدولة. وهذه المحاكم التي أصدرت الأحكام، يعلم كل إنسان يعلم في القانون كلمة أن تلك المحاكم محاكم غير عادلة، لأنها لا تعطي المتهم حقه في الطعن واستئناف تلك الأحكام. عجيب أن يستمر هؤلاء في السجون رغم مضي سنوات طويلة في سجونهم يعانون من ذل الأسر ومهانته تلك السنين الطوال. وعجيب صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصدار عفو شامل عن إخواننا المسجونين في السجون. أعتقد أن المسألة ينبغي أن يبقى فيها. أنا أتعجب يعني كأني أتذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب، اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الفقه. بعض الناس لهم مطالب ويرفعون أصواتهم ومطالب تكون خاطئة، ولكنهم يرفعون أصواتهم ويقدمون كل ما لديهم من قوة من أجل هذا المطلب رغم أنه ممكن يكون خطأ. لكننا أحيانا أشعر أننا ضعفاء وأننا عندنا عجز في المطالبة بحق هؤلاء الذين في السجون والذين يعانون وأهليهم تعانون. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا جميعا، فك العاني، هذه قضية مهمة، فك العاني، هذا واجب على كل مسلم فينا، فك العاني. إخوانكم في السجون يحتاجون منكم إلى أن تقدموا ما لديكم من جهد على قدر استطاعتكم، على قدر الاستطاعة. ثم القضية الأخطر حتى لو طول عليكم، قضية الأحكام بالإعدام الصادرة ضد 13 من إخواننا. ومن المعلوم ان منهم 4 بالخارج اصدقاء الاستاذ عمر كلهم صدر ضد محكمة الاعدام. 4 من اخواننا المحامين اصدقاء الاستاذ قمر موسى صدر ضد محكمة الاعدام، وكلهم حضر المحاكم بتاعتهم
وسلم عليه في احكام الاداب اليمنيه. الشاهد ان في اخرين غير مثال موجودين في السجون. فهذه القضيه شاهدين. من المعلوم اولا ان المحاكم اللي اصدرت تلك الاحكام هي محاكم استثنائيه لم تكن مطلقا محاكم عادله باي مقياس من مقاييس العداله مطلقا. يعني من ذهب الى المحكمه العسكريه، وانا اعتقد ان البعض او كثير منكم راى تلك المحاكم واحد فيها من المهازل لا تمت الى القانون او العداله باي صفه من الصفات، ومع ذلك صدرت الدور احكام بالاعدام، ومع ذلك ما زالت تلك الاحكام ساريه حتى الان. محاكم استثنائيه واتهامات مرفقه حتى مع جديه تلك الاتهامات، فمع تغيير نظام الحكم سقطت تلك الاتهامات. اخر موقف كان مع اخونا الاستاذ المهندس محمد الصالح. محمد الصالح متهم بالتهمين وصدر ضده حكم الاعدام لانه شقيق اهل المصاب. الشاهد انه صدر ضده التهمين، التهمين من اعجب ما يمكن ان يحاكم عليه الانسان، يحاكم محكمه عسكريه. صدر ضده اتهام في نظام الحكم اللي تم الاخر بالاتفاق الجنائي، ومع ذلك تستمر المحاكمه. وانا خطبت رئيس المحكمه قلت له التهمين منعدمي ليس له اساس في الواقع مطلقا كي يتم اتهامه به معدنيه، والمحكمه تتم او النيابه العسكريه تتهم وتعرف ان هي بتتهم. يعني لما هل النيابه العسكريه تمام؟ النيابه العسكريه تتهم بتغيير نظام الحكم، ونظام الحكم كله تغير سواء النظام السياسي او الدستور نفسه تغير. ثم الاتفاق الجنائي المحكمة قضت على دستوراته منذ سنوات، ومع ذلك ما زلنا في واقع أن الأمر لم يتغير ولم يتبدل والمحاكمة سريعة. أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى جهد كل واحد منا أن يخرج إلى بكل الآليات والاعتبارات السياسية والحضرية، نعلن أمام مجلس الشعب القوات المسلحة أننا لن نقبل الاستمرار في هذا الظلم، ولن نقبل أن يستمر هؤلاء في تلك الظلمات حتى الآن. عيب علينا وعار علينا ان يستمر هذا الظلم حتى الان. يعني انا بستحي ان انا اتكلم في هذه المسائل، لكن فذكر نحن نذكر بعضنا البعض ان هذا ما يجب معلق في رقبه كل منا. ينبغي ان تتضافر الجهود ويتحد جميع المخلصين وجميع من يحبون الحريه والعداله والكرامه لكل انسان في هذا الوطن. ينبغي ان نتخلص من هذا الظلم الموجود الان في منطقه الدره باخواننا المسؤولين الان في سن شد الحراسه. هذه المساله ما ينبغي ان نقف عند مؤتمر، بل ينبغي تصعيد تلك المساله بكل وسيله. نحن امامنا غالب مثال ميدان التحرير وما اعلن عن مظاهره الانذار الاخير. البعض يختلف والبعض ينتقد والبعض يرفض تلك المظاهره، لكن اليس من حق كل انسان ان يخرج ويعلن رايه هو شخصيا وان يخرج بلافتات تطالب المجلس الاعلى بانذار الاخير ان يفرج عن هؤلاء الذين قضوا سنوات عمره وضحوا بحياتهم خلف القضبان من نظام عميل مجرم طاغيه نظام حسن مبارك؟ اعتقد ان هذا واجب برغم كل منا. انا اسف لو اطلت عليكم، واسال الله تبارك وتعالى ان يفرج كرب كل مكروب. كلمة أخيرة بالنسبة لأخونا محمد الأصواني، اليوم امبارح كان ليا لقاء مع النائب العام، واليوم انتهى أمره بفضل الله تبارك وتعالى، النائب العام أصدر قرار عنه بالعفو الصحي وذهب القرار إلى وزارة الداخلية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه خلال الأيام وكل المسؤولين معه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربات المسلمين جميعا. شكرا جميعا. شكرا للأستاذ ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان في رقابة المحامين. شرفنا الآن ويسعدنا على